أيد جميع الأحزاب في البرلمان اقتراح الحكومة بفرض عقوبات أكثر صرامة على حيازة واستخدام الأسلحة غير القانونية باعتبارها مشكلة مجتمعية خطيرة. وقد وحدت الأحزاب مطالبتها بتشديد العقوبة ضد الأشخاص الذين تثبت حيازتهم على سلاح ناري غير مرخص بهدف التقليل من حوادث إطلاق النار والتفجيرات المتنقلة التي تشهدها المدن السويدية. أعلنت الحكومة السويدية أنها تعد لقانون مؤقت جديد من شأنه أن يمنح السلطات صلاحية لفرض قيود هدفها الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، وسيجيز القانون الحد من عدد الركاب في وسائل النقل العام وتنظيم ساعات العمل وعدد زوار المتاجر، بالإضافة إلى تنظيم التجمعات العامة. أظهرت الأرقام الأولية من هيئة الإحصاء السويدية أن نحو نصف اللاجئين الذين وصلوا إلى السويد في عام 2015 حصلوا على عمل العام الماضي لكن بدخل منخفض، بينما بقي النصف الآخر دون أي دخل من العمل على الإطلاق. وأظهرت الإحصاءات أن النساء كسبن أموالا أقل بكثير من الرجال. قال منسق اللقاحات في السويد ريتشارد بيرغستروم إنه من المتوقع أن تحصل السويد على لقاح لفيروس كورونا خلال النصف الأول من العام المقبل، لكنه لن يكون متاحا لجميع السويديين قبل الصيف، حيث ستكون الأولوية لبعض الفئات مثل العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمهن الأخرى المصنفة على أنها مهمة اجتماعيا. يبدأ التوقيت الشتوي في السويد يوم الأحد المقبل الموافق 25 من أكتوبر تشرين الأول، ففي الساعة الثالثة سيتم العودة بالوقت ساعة واحدة، وذلك للمرة الأخيرة ربما منذ 40 عاما وفقا لقرار الاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى حل المشكلات الناجمة عن الفروقات بين دول الاتحاد عندما يجري التغيير مرتين في السنة. مزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا www.actor.se.